انتو شايفين انا هلأ فقت تعبانة برداني. انا اليوم بدي اجهز بسرعة، الساعة هلأ 6:45 وانا هلأ بدي اقوم فكرة اتجهز وبعدين اخدكم معي عشان بدي اطلع برا اروح ادفع كم من شغلة وبعديها فكري اروح اعمل شوبينج لإلكو عشان انا وعدكم رح اجيب لكم هدايا بما ان وصلتوني ل20,000 وهلأ حاليا وصلتوني ل40,000. شكرا شكرا كثير يا حبيباتي، وحاب اعمل لكم فلوج صغير. صدقوا او ما تصدقوا هاد اخذ معي حوالي ساعتين وانا بعمل فيه، مش نسال اني خلصت منه مبارح بالليل، بس على القليل خلصت من اشي وسويت اشي مبارح. فايا اوكي انا حاليا هلا جوا عم بدور على اشياء لعندكم دقيقه شوي. اوكي حاليا بعدت عن الكل والكل عم بطلع علي بغرابه كثير مش طبيعيه. اشتريت لكم اغراض كم من شغله من سوبر فارم وبعد اشتغلت وبعد اشتريت لكم كم من شغله من توب 10 فان شاء الله رح يعجبكم. اي ساعة رح اوصل البيت لانه هلا الله اعلم ايش الساعة، اذا كنت نايم ايش الساعة؟ الساعة 10:15 رح اكل هون. انا اعتقد رح اطلع عطار او اروح الساعة 12 وان شاء الله ما اشوف اي حدا من الصغار اللي بيطلعوا من المدارس لانه اكره اشي علي اطلع بوقت لما في مدارس لانه ما بعرف بحبش بكون عدد كبير وبقدرش امشي بش اتحرك. اذا انتم ساكنين برضو بمحلات قريبة هون بتقدروا تفهموا علي. انا حاليا هلا بالبيت واخيرا وصلت البيت. مشكلة واحدة رحت على ايش اسمها عشان اشتري لكم اغراض وبعدين اتذكرت اليوم الجمعة وبعدين اتذكرت بقول ويا منت استني شوي اليوم الجمعة وبرضو المدارس مش رح تطلع فتنضل قد ما بدك. فبعدين وانا ماشي بطلع يي اليوم الجمعة فمش معقول يكونوا مفتوحين يا ما قدرتش اروح اشتري من عند ما قدرتش اروح اشتري من غاد فما قدرت اشتري وما بعرف يمكن اجلها ليوم تاني. بس حبيت احكي لكم انه عندي معظم اشياء لإلكم. مش عارف اذا بقدر اعمل مسابقة للانستغرام وبرضه لليوتيوب بنفس الوقت، والله ما انا عارف انا هذا هو الخايفة منه لانه كان نفسي اني اعمل مسابقة لليوتيوب وبرضه للانستغرام بس حاليا انا خايفة من هاي الشغلة انها ما تزبط معي بس ان شاء الله راح تزبط معي وان شاء الله يعجبوكم. فا يا هذا هو حاليا. هلا عم باكل سندويشتي نميت الجوع. بدي احكي لكم اوكا مش اكل والله. اوكي هلا نصيحة معلومة لكم، اليوم كان اول يوم بحياتي بستعمل المهم هذا اول يوم بحياتي يعني بقدر احط هيك بحط الكارت وبسحب مصاري فكان غريب بالنسبة لي. اول ما حطيت الكارت ما عرفت شو بدي اسوي، حطيت بالانجليزي بلشت هيك احط انا خفت لانه بعدين صرت اقيم بالكارت والكارت ما كان يرضى يطلع فام لايك اوه ماي جاد سوري حبيبي كان بتصير. المهم فكان الكارت هيك جوا فانا هيك خفت ام لايك اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد ايش بدي اسوي. فبنفس الوقت يعني المحل من هيك بتحطي فيه الكارت كيف افهمكم بعيد عن البنك شوي فانا هيك خايفه يعني اروح على البنك اخذ ايش بدي اسوي اروح على البنك اخذ كارتي هون يعني ايش اذا حدا اجى اخذه هيك انا انجنيت. فالحمد لله الحمد لله طلعت بنت من البنك بقولها بليز بليز بدي مساعده فاجت بقولها اسمع انا بدي هيك هيك اقول معك انت الرقم تبعك الكود بقولها اه معي رقم الكود فكل شيء كان تمام وعلمتني كيف اسوي وشكرا لك الحمد لله الحمد لله قدرت اعرف. هلا بدي احط الايباد على الشاحن لانه بده شحن وبدي اعمل فيديو كمان شوي وبدي اعمل ايديت لفيديو قديم وان شاء الله كمان رح اعمل ايديت لهذا الفلوج وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رح اقدر اخلصه اليوم ان شاء الله والليله فان شاء الله. اختي عم تعمل هلا شعرها عم تعمل له مقلقل ليش ما بعرف. او ماي جاد حبيباتي اوكي هلا طلعت على اليوتيوب تبعي ولاحظت انه وصلنا ل
42,000. شكرا لكم. يعني طلعوا كيف كتير. شكرا شكرا كتير يا حبيباتي. طيب ايش نفسي؟ نفسي يكون هيك 2 وبعدين يجي 3 4 5. فهمين علي كيف؟ او هيك اذا يكون هيك 4 وبعدين تكون 5 6 7 8. نفسي هيك اوصل اشي هيك وبعدين هيك اجي اعملها فيلمينج. يا الله شو نفسي بهاي الشغلة. اوكي اذا عن جد وصلت هيك ل 4 5 6 7 8، دخيلكوا اعملوا هيك صورة عشان يمكن انا ما لحقها، بس اذا قدرتوا تلحقوها بليز 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 صوروها وابعتوها الي، لانه عن جد هيك نفسي هيك احتفظ فيها. اوكي اوكي يسلموا. اوكي هلا انا مش فاهمه ليش خطرت على بالي هاي الفكره، فانا واختي قررنا ننظف الحيطان اوكي اللي بغرفتي. هلا بس معلوماتكم، الحيطان كانت شايفين هذا الاسود فوق على الحيطان كانوا بالضبط هيك هيك لونه. المهم خطرت لي فكره انه بدل ما نستعمل الكلور ليش ما نستعمل المطهر. فعرفت معلومه من قبل انه بينفع تتخلصي من المناكير بدل الأسيتون تستعملي مطهر، فحكيت ليش ما استعمل مطهر على الحيطان، وبالفعل صاروا بيض اشي مش طبيعي بس عشان المطهر. بس الاشي الوحيد اللي ما فكرنا فيه ريحة الغرفة. انا لحاليا عم بتنفس سم، واذا ما فقت بكرة رح تعرفوا ليه. فيا اليوم مش عاجبني شعري بالمرة، كتير مزيت، مبين انه حتى صار اسود. حياتي ما كان اسود الا اذا صبغته. حبيت انظف البيت كله اليوم بس ما زبطت معي كالعاده، كل ما خطط شيء ما بزبط معي. حتى عملت لكم هيك الصوره على الانستغرام، بعثت لكم اياها وانا هيك بدي احضر لتنظيف الغرفه. نظفت معظم الغرفه بس ما نظفت كله. فكري بكره ابلش بالصالون وبرضه بعدين المطبخ. فكرة الصالون والمطبخ اهم اشي هلا حاليا لبكرة، وبعدين بدي اعمل فيديو لكم بكرة. فان شاء الله ولسه بنفس الوقت علي اروح اشركوا الاغراض للمسابقة تبعتكم، ف مش عارفة اذا بقدر الحق كل هاي الشغلات بيوم واحد، فادعولي ان شاء الله تزبط معي ان شاء الله. هلا بس عم بعمل بالفريم. صراحة فكري احط فيها اشياء انا نفسي اعملها او نفسي انجزها بسنة 2016 ان شاء الله. هي هذا نهاية اللوك، عجبني كتير عن جد حبيته، وهو يعني رمزيات اشياء انا نفسي هيك تكون بحياتي او ممكن يعني احاول انجزها ب 2016 ان شاء الله. وبعرفش انا جد حبيته، هيك حبيت كيف الستايل تبعه. سو كيوت. حضرت لي هاد، مش عارفه ايش بتسموه بالعربي، وحيات الله ما انا عارفه. بقدر بس احكي لكم اياه انه بدفيني، فحضرت لي واحد. وهلا بما انه الساعه هلا 3:04، واو متاخره انا كثير على النوم، بس مع هيك لسه بدي اعمل ايديت لهذا الفيديو وانزلكم اياه لبكره، فان شاء الله رح يعجبكم. بكره لا رح يكون لليوم بما انه هلا الساعه 3. حابه احكي لكم تصبحوا على خير، واذا انتم هلا فقتوا فصباح الخير. هذا نهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو بليز ما تنسوا تحطوا لايك، واذا نفسكم اعمل كمان فيديوهات فلوجات زي هذا الفيديو بليز اكتبوا تحت بالكومنتات اذا عجبكم. هذا هو. اذا انتم مش عاملين سبسكرايب للفيديوهات تعملوا سبسكرايب للفيديوهات، اذا مش عاملين سبسكرايب للقناة تبعتي ليش عم تستنوا تفضلوا، هاي السبسكريبشن تحت غاد. فيا بوي، تصبحوا على خير او صباح الخير. بوي.